يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، ونبدأها بالقاهرة. القاهرة العظمى 37 والصغرى 25، الإسكندرية 31 23، مطروح 30 23، بورسعيد 34 24، والإسماعيلية 38 24. ونذهب إلى السويس، العظمى 38 24، العريش 33 23، طابة 36 26، شرم الشيخ 39 30، والغردقة 40 30. ونذهب إلى الأقصر، الأقصر العظمى 42، الصغرى 29، أسوان 43 29، الوادي الجديد 41 25، شلاتين 39 28، وأخيرا حلايب 36 29. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.